إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل وإني
فتقبلها ربها بقبول حسن. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا صالحين.
واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله.